لوصفة الشوربة الخطيرة بتاعت النهار. طبعا زي ما بقول لكم انتوا عارفين ان انا من الناس العاشقة للكوسة، فهعمل لكم شوربة كوسة صدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتبقى خفيفة كده على قلبنا بعد الفطار، نشرب لنا منها بولة حلوة جدا هترطب على معدتنا او هتدفي معدتنا، مش هترطب لنا مش ساقعة، هي هتدفي معدتنا وهتتبسطوا بيها جدا. تعالوا نقول المقادير يلا بينا. شوربة كوسة عبارة عن ايه؟ كوسة مكعبات صغيرة، جزر مكعبات صغيرة، زبدة وزيت زيتون، ملح وفلفل اسود، نعناع جاف، مكعب مرقة، رشة جوزة الطيب، فصين ثوم، وشبت مفروم، ودقيق، ولبن، وجبنة كريمي او قشطة زي ما قلتلكوا، او معلقة نشا في شوية لبن، ومية سخنة، وللتزيين بقى ممكن نحط معاها شوية نعناع فريش عاشق طبعا للكوسة، حاجات اللي بتحب قوي الكوسة، وتوست كمان محمص. تاني نقول المقادير سريعا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوسة مكعبات صغيرة عليها جزر مكعبات صغيرة، وكمان زبدة وزيت زيتون، ملح وفلفل اسود، نعناع جاف، مكعب مرقة، رشة جوزة الطيب، فص ثوم مفروم، شبت مفروم، معلقة كبيرة دقيق، لبن، جبنة كريمي، مية سخنة، وللتزيين طبعا نعناع فريش، وكمان توست. عندي هنا يعني كده على طول هنزل بس الحاجات دي تتشوح لي سريعا سريعا. يلا بينا. اول حاجة هنزلها، انا هعمل هنا يا جماعة الوصفة بتاعتي بالثوم مش بالبصل. خلاص انا عندي هنا شوية زبدة اصلا على زيت، فهستغلهم بدل ما اروح اسيح او اخد تاني، وهروح حاطه الثوم بتاعي. يبقى انا هنا هستخدم ثوم مش هستخدم بصل، واروح حاطه الجزر، واروح حاطه الكوسه. عايزه تحطي بطاطس مكعبات صغيره برضو هتكون حلوه، ونتبلها. تعالوا نتبلها بقى زي ما اتفقنا بايه؟ برشة جوزة الطيب. جربوها هتحبوها جدا، ورشة نعناع جاف، والمكعب، والملح والفلفل الاسود اهو، وهشوحها لحد ما ترجعولي من الفاصل. استنونا. بصوا بقى انا بشوح الجزر والكوسة تشويحة حلوة قوي. ليه بقى؟ هما دول اللي بيدوني طعم للشوربة، التشويحة الحلوة دي في الزبدة والزيت وبالتوابل اللي انا حطيتها، والنعناع وملح وفلفل اسود ومكعب المرقة. بصوا من الاخر هما دول اللي بيدوني الطعم الحلو قوي، هما دول اللي بيدوني طعم الخضار عندي يبقى متبل. وبعدين انزل عليهم بالمية السخنة، لحد كده انتي عامله برضو شوربه شوربه، دي طريقه شوربه. وبعدين حطي بقى شويه ايه؟ شبت حلوين، وعندي هنا بس تغلي، واحط ايه اهو تغلي. عندي هنا معلقتين الدقيق، احط عليهم شويه لبن واقلبهم علشان اخد شوربه كريميه. واخر حاجه انزل بالجبنه او بالقشطه زي ما انتوا عايزين، او بمعلقه نشا على فكره هتديني برده، بس ايه عارفين برده معلقه النشا مش هتديني الطعم الكريمي الرهيب اللي انا ممكن تدهوني الكريمه الطهي، ولكن القشطه والجبنه الكريمي انا بصوا لا بكل ثقه بكل ثقه لا مفيش بقى ما احتاجش ابدا جبنه كريمي. اقلب بقى الدقيق عندي هنا مع ايه شويه اللبن علشان ما يكلكعش معايا اهو، وانزل عندي هنا واقلب. واحط بقى شويه كمان لبن لو عايزه
احط شويه ميه الطعم اللي انت عايزاه، واخر حاجه احط الجبنه، معلقه حلوه كده من الجبنه الكريمي. خلاص انا عندي بعمل الخطوات دي لما الجزر والكوسه عندي بتاكد ان هو استوى، بحط بعد كده يعني حطيت الميه الاول وبتاكد ان الكوسه والجزر عندي استوى بعد التشويحه الحلوه دي، اروح حاطه بقى ايه معلقه الدقيق مع اللبن واكمل لبن، وكمان احط ايه معلقه الجبنه الكريمي او القشطه زي ما انت حابه. هغطيها بقى ماشي تبقبقلي، وتعالوا ندخل في الحلو. الحلو بتاعي النهارده طبعا التوست ده للتقديم. بقى نشوف الشوربه بتاعتنا. الله ريحتها حكايه. الله الله الله، قوام حلو جدا. بنشرب حاجه مش ثقيله نحس ان هي لا يعني عارفين قفلتنا، ولكن هتشربوا حاجه خفيفه خفيفه وتجنن. طيب تعالوا نجيب طبق حلو كده ونحط فيه شوربتنا. حاضر يلا بينا. ريحتها التحفة، ريحتها تعجبكم جدا. وبقى شوية توست كده على الوش. وكمان نعناع اخضر، علشان زي ما قلتلكوا عندي كوسة هنا بتحب النعناع قوي. بس كده وخلص. كمان عندنا طبق ايه الشوربه.